السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عملنا بوست على الجروب على الفيسبوك، جروب مجتمع اي سوفت، بحيث نستقبل عدد من الأسئلة يعني، ونجاوب عليها في فيديو علشان الناس تفهم وما تحلش المشكلة كده وخلاص يعني. فكان الموضوع بس محتاج شوية تنظيم، احنا عملنا البوست ده بحيث انك انت تكتب وصف المشكلة، ترفق البرنامج بتاعك او نموذج مصغر منه. معنى كلمة نموذج مصغر يعني تحط لي مثلا ايه جدول ونموذج، مثلا يعني تيبل فورم او تيبل ريبورت او تيبل كويري، ايا كانت المشكلة فين، واحنا نصلح المشكلة على هذا الوضع، وتعملهم دول ملف مضغوط وترفعهم على موقع جو فايل او موقع فايل بي. بعد كده بتحط وصف المشكلة في تعليق وتحط الرابط بالشكل ده، ممكن لو صورة كمان تكون أفضل. فعندنا مثلا الأستاذ عزة محمد بتقول إن المشكلة بتاعتها في الفانكشن أو في الدالة دي، الإكسبريشن ده، تمام، المعادلة شغالة غلط. أنا بمجرد ما بصيت على الصورة عرفت الغلط فين، وهبدأ أشرح الغلط ده نصلحه إزاي إن شاء الله. ده الملف المرفق اللي هي بعتته. أنا عندي 3 جداول، في عندي جدول اسمه حسابات العملاء. جدول حسابات العملاء هي بتقول 230 ده السجل ده المعادلة بتحسب غلط. ليه بتحسب غلط؟ لأنه هي الإكسبريشن بتاعها بيقول لو كان الحركة بتاعتها 2 أو 4 أو 7 يجمع الدائن زائد الخصم ناقص المدين زائد الخصم ناقص الدائن مع تحمل البضاعة، يعني يجمع الحقل ده زائد ده ناقص ده زائد ده. لو كانوا غير كده يعكس، بيجمع ايه؟ بيجمع الحقل ده زائد ده تقريبا ناقص ده زائد ده. المهم يعني في حقلين بيتجمعوا ويطرحوا من حقلين تانيين، فالمفروض القيمة هنا تطلع صفر. يعني المفروض نقول ايه؟ نقول 400 زائد 50 كده 450 ناقص 450 زائد صفر يبقى يديني صفر. طيب ايه حل المشكلة دي؟ تعال نشوف هي عاملة ايه وايه المشكلة بتاعتنا. هي عاملة حقل calculated، نوع الحقل بتاعي محسوب. طبعا ده خطأ كبير جدا ان احنا نستخدم معادلة داخل الجدول، خطأ قاتل قاتل بمعنى الكلمة. يعني ما ينفعش نستخدم حقل calculated نهائيا، الاسباب كتيرة جدا. السبب الاول انك انت اول ما بتشغل كده بيبدأ المعادلة تشتغل على كل سجل في الجدول. طيب تخيل معايا الجدول ده فيه 50,000 ريكورد أو فيه 100,000 ريكورد، إيه اللي هيحصل؟ الجدول ده هيضرب منك. ليه؟ كل شوية هو بيحسب، عمال يحسب كل ريكورد المعادلة بتاعته. دي أول مشكلة. المشكلة التانية، لو أنا حبيت أدي البرنامج ده لحد عنده أوفيس أقل من 2010 مش هيشتغل عنده. يعني لو حد عنده أوفيس 2007 أو أوفيس 2003 مش هيشتغل عنده. ليه مش هيشتغل؟ لأنه الكالكوليتد الميزة دي بدأت من 2010 وطالع، فبالتالي مش هتشتغل. دي المشكلة التانية. المشكلة التالتة، لو أنا حبيت أطور البرنامج بحيث إن أنا مثلا هربطه على قاعدة بيانات أكبر من الأكسس زي الـ SQL أو الـ MySQL أو حتى أوريكل أو حتى سايبيز أو أي قاعدة بيانات، فلما أجي أربط مفيش حاجة اسمها calculated field في القواعد البيانات التانية دي، مفيش حاجة اسمها calculated field. فبالتالي لما أنت بتصدر الجدول ده للقواعد البيانات التانية، الجدول ده بيحصل فيه مشكلة لأنه هو مش متعرف على حقل اسمه calculated، فما ينفعش نعمل كده. لو عايز تعمل الرصيد يبقى يتعمل من النموذج. يتعمل ازاي من النموذج؟ بنفس المعادلة دي، وأول ما يضغط حفظ يتم وضع الرصيد هنا ببساطة يعني. فالخلاصة إنه الجدول لابد إنه يحتوي على بيانات خام. يعني إيه كلمة بيانات خام؟ يعني بيانات، او عفوا مش بيانات خام، يحتوي على بيانات معالجه تمت معالجتها بشكل نهائي. طب المعالجه بتتم فين؟ بتتم في الجدول ولا في النموذج؟ بتتم في النموذج. ليه؟ لان النموذج ده هو مكان الادخال، ادخال البيانات. فده اللي انا بتحكم فيه في مدخل البيانات، بقول والله انت هتجمع ده زائد ده ناقص ده هتديني المجموع، هيتحط في الحقل ده ويتحفظ. فبالتالي هنا بيوصل لي ايه؟ الرقم ده بيوصل لي جاهز، جاء من معادله بشكل تلقائي. فده ايه؟ ده موضوع الجدول، انه تكون البيانات فيه تمت معالجته. طيب في عندي مثلا هنا ايه؟ صاحب الحساب عنده قائمه مسدله في الجدول، برضو ده غلط. عندي برضو اسم الحركه قائمه مسدله، برضو ده غلط. ليه غلط؟ يعني انا لو بصيت هنا
على الكاستمر، هلاقي انه نوع الكاستمر كومبو بوكس وجاي من مصدر البيانات ده والكلام ده كله، علشان في الاخر يظهر لي في الجدول بالشكل ده، يظهر لي في الجدول كاسم يعني. ده غلط. ليه؟ انا زي ما اتفقت معاك انه الجدول يحتوي على بيانات تمت معالجتها، المفترض انه هنا يظهر لي كود صاحب الحساب وليس الحساب نفسه. هو بالفعل بيظهر الكود، بس هو عشان عامله كومبو بوكس وكاتب هنا ايه عدد الاعمدة عمودين اللي هم الكود مع الاسم، ومخلي العمود الاول العرض بتاعه صفر. لو خلينا العرض بتاعه مثلا 2، شوف كده هيظهر معايا ايه كود الحساب بالشكل ده. يعني هو بيضحك على ايه؟ بيضحك على عرض البيانات فقط لا غير، لكن المخزن بالصورة الفعلية هو مين؟ هو رقم الحساب وليس الاسم. فهو انا ماليش دعوة الجدول يظهر فيه كود، يظهر فيه اي حاجة، مش مشكلتي. انا امتى اظهر اسم الحساب صاحب الحساب؟ اظهره في النموذج، اظهره في التقرير، لكن انا ماليش علاقة بالجدول. ان شاء الله يكون كلها ارقام. انا مش فاهم كده مين هو 3 ومين يعني ايه 5 ويعني ايه، مش فاهم الارقام دي. مش مهم تفهم في الجدول، مش مهم تفهم ايه محتواه، لانه دي مش مشكلتك انك الجدول يكون مفهوم. مشكلتك انك تظهر التقرير مفهوم، انك تظهر النموذج مفهوم. يعني ما ينفعش في التقرير تظهر لي كده صاحب الحساب 3، يعني ايه 3؟ ما اعرفش. لا، لازم صاحب الحساب يظهر اسمه، وممكن يظهر كوده معاه، يعني يظهر الاثنين او يظهر الاسم فقط. لكن الكود فقط، لو انت عايز الكود فقط اوكي ده طلبك، لكن لو انت عايز الاسم يبقى يظهر الاسم. فبالتالي كده احنا بنقول الجدول يحتوي على بيانات تمت معالجتها، وليس بالضرورة ان السجل او الريكورد يكون مفهوم. يعني هنا ممكن تلاقي انت كله ارقام 1 5 7 8، وتعرفش الارقام دي تدل على ايه، لان الارقام دي مرتبطة بجداول تانية، فانت مالكش علاقة بالكلام ده. فده الخطأ التاني، ان انا ما اعملش كومبو بوكس داخل الجدول، ما اعملش ايه كومبو بوكس داخل الجدول. طيب بعد كده باقي ما باقي البيانات ما فيهاش مشاكل. تعال نشوف المشكلة بتاعت ايه الحقل الكالكوليتد ده، وليه المشكلة ظهر فيه. المشكلة ببساطة انه هي بتقول ايه، بتقول لو كان حقل التايب ترانس يعني نوع الحركة بتساوي 2 او تساوي 4 او تساوي 7، هتجمع حقل الكريدت مع حقل الديسكاونت وتطرح منهم الديبت زائد المشال. طيب لو ما كانتش 2 ولا 4 ولا 7، يبقى هتحط الكريدت زائد المشال ناقص الديبت زائد الديسكاونت كده. تمام. الخطأ بتاعي في الجزئية دي اور 4 اور 7، لانه هي ما بتتكتبش كده، هي بتتكتب بطريقتين. لو انت عايز تقول لو نوع الحركة بتساوي 2 او تساوي 4، فهو البرنامج ما بيفهمش يعني ايه كلمة او تساوي 4. هي مين اللي او؟ هو ما يعرفش يعني ايه كلمة او تساوي 4. فلازم اقول له ايه، اقول له او نوع الحركة تساوي 4 او نوع الحركة تساوي 7. اقول له اوكي كده حل، تم حل المشكلة بنجاح. هتلاقي دي بدل ما كانت 100 اللي 230 تصبح 0. ليه؟ لانه بجمع 400 زائد 50 ناقص 450 زائد 0 يديني 0. كده ايه المعادلة بتاعتي مظبوطة. طيب واحد تاني يقول لي طب بس انا هقعد كل شويه اكتب نوع الحركه او مش عارف ايه، ممكن يكون عندي 20 او، هقعد كل شويه، يبقى المعادله بتاعتي طويله. في حل تاني. ايه الحل التاني؟ الحل التاني يا سيدي الفاضل، هعمل كده، هقول له لو التايب ترانس، وهستخدم اوبريتور اسمه ان، وافتح قوس واقول له ان 4 2 او 4 او 7. بقول له يعني لو كان نوع الحركه واحد من المصفوفه دي اللي هي 2 و4 و7، يبقى ايه تطبق الشرط. لو ما كانش يبقى خلاص. لو انا عايز اقول شرط ثاني بقى، عايز اقول لو ما كانش 2 او 4 او 7 اعمل ايه، اقول نوت ان بالشكل ده. لكن لو عايز اقول لو كانوا في دول، يبقى احط 2 و4 7. بقول له اوكي. في هنا عندي مشكله في الاكسبريشن. عشان خاطر ان احنا مستخدمين الكوما، هو المفروض استخدم السيمي كولون، لان الكوما بتتحط في الفي بي اي مش في الاكسبريشن. كده ايه قبل معايا بدون مشكله. لازم احط سيمي كولون وليست كوما. اشغل برضو، اداني هنا صفر، يعني كده ايه المعادله بتاعتي مظبوطه.
دي كانت المشكلة وده كان الحل. شكرا لكم بحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كنتوا عايزين تشاركوا معنا وعندكم أسئلة أو استفسارات، وليس الطلبات، يعني محدش يقول لي اعمل لي برنامج أو اعمل لي كذا أو اعمل لي كذا، لا، عندك مشكلة زي كده أو عندك حاجة مش واضحة أو مشكلة أو أي حاجة من دي، كل يوم أو كل يومين ثلاثة يعني أو كل فترة بننزل بوست بنستقبل فيه عدد من الأسئلة، وبعد كده بيتم إقفال البوست، تمام؟ بس لازم أنت إيه تحط لي الملف المرفق وصورة من المشكلة ويتوضح لي المشكلة بهذا الشكل علشان أعرف أجاوب عليك بفيديو في القناة بإذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.